شكرا. أحسنت. أحسنت صنعا يا خميس بافتتاح محلك في هذا المكان، فإننا بالفعل كنا بحاجة إليه في هذا الحي. بارك الله فيه وفيكم يا صاحبي. في أمان الله. حياك الله. حياك الله. مرحبا يا أبي. أهلا 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 أمول الحلوة. أهلا أهلا بالتلميذة النجيبة الذكية المجتهدة. تفضل الشوكولات، خذي. قولي لي، قولي لي يا أمول، ماذا فعلت اليوم في المدرسة؟ لقد علمتنا المعلمة اليوم الأناشيد والحساب واللغة العربية وكذلك القرآن الكريم. هكذا؟ ما شاء الله ما شاء الله يا ابنتي، فعلا تستحقين مكافأة. خذي. هذه عملته يا أبي، شكلها يبدو جديدا. هذا صحيح يا ابنتي، إنه الريال العماني الجديد، فلقد تغير الريال السعيدي بهذه الورقة النقدية الجديدة. شكرا لك يا أبي. قولي لي يا أبي وأنت الذكية، ماذا تنوين أن تفعلي بالريال الجديد؟ سأشتري لأمي هدية ولك هدية ولي لعبة جديدة. هذا من حقك، ولكن ما رأيك لو ادخرت منه شيئا، وليكن نصفه مثلا، وأنا أعدك في هذه الحالة أن أكمل لك عليه حتى أقوم بجعله ريالا صحيحا مرة أخرى. ها، ماذا تقولين؟ اتفقنا؟ اتفقنا يا أبي. وأنا عند وعدي. عمي خميس، خذي. عمي خميس، إن أمي تقول لك اذهب إلى البيت بسرعة، فزوجتك في حالة وضع ويجب نقلها إلى المستشفى. ماذا؟ حسنا، هيا هيا يا أنا. من فضلك يا أحمد ابقى في المحل حتى أعود. إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. هيا. الأخ خميس مبروك، لقد رزقكم الله ولدا. مبروك. صار عندي أخ. وكيف زوجتي الآن؟ إنها بخير والحمد لله. ستكون محظوظا أيها الصغير الجميل، فضياء الفجر الجديد سيجلب لك ولجيلك الكثير الكثير من الخير
كانت عمان قبل عام 1970 أشبه بكتاب مغلق على العالم، لذلك كان على رأس أولويات السياسة العمانية التي أعلنها جلالة السلطان المعظم منذ فجر النهضة هو كسر هذه العزلة وإقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق المكانة المرموقة لعمان في المحافل الدولية. وجاء في إطار ذلك انضمام عمان أولا إلى جامعة الدول العربية ثم منظمة الأمم المتحدة في 17 عام 1971 ميلادية، ثم مؤتمر القمة الإسلامية، ثم حركة عدم الانحياز 5/9 عام 1973 ميلادية. وعلى الصعيد المحلي ففي الخمس سنوات الأولى من عمر النهضة اتخذت القيادة العمانية أسلوب تلبية الحاجات القصوى من التنمية للمجتمع العماني، وتم في هذه السنين إقامة وإنجاز وافتتاح عدد من المشروعات الأساسية ذات الضرورة للمواطنين. فقد تم افتتاح طريق مسقط صحار الذي يربط الباطنة بالعاصمة، وتم افتتاح مستشفى نزوة أولى المستشفيات في عصر النهضة، وتم افتتاح مستشفى النهضة في مسقط دعما للرعاية الصحية للمواطنين إلى جانب مستشفيات أخرى تم افتتاحها في صور وصحار وصلالة والبريمي والرستاق، وأنشئ ميناء السلطان قابوس ليكون معدا لاستقبال الوارد والصادر من البضائع من داخل السلطنة وإلى خارجها على أحدث المستويات بما يتمشى مع العصر الحديث. ولم يكن من المعقول استمرار الاعتماد على المطار القديم والسلطنة تبدأ عصرا انفتاحيا جديدا على العالم الخارجي، فتم افتتاح مطار السيب الدولي ليواكب تطورات العصر. وكذلك أقيمت لأول مرة محطة لتحلية المياه في الغبرة ولتوليد الطاقة الكهربائية لتمد البلاد بالماء العذب والطاقة الكهربائية. السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أم إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا شيخ علي. خيرا يا شيخ علي. خيرا إن شاء الله. المهم كيف حالك وحال الأولاد؟ الأولاد نائمون بالداخل الحمد لله. الحمد لله وعليك بالجلد والصبر، فزوجك رحمة الله عليه لا يوجد لسان في بلدنا لا يلهج بشكره والترحم عليه. الحمد لله ولله الأمر من قبل ومن بعد، وأشكرك يا شيخ علي أنت والجيران لمساعدتكم لي. لا تقولي هذا، فلا شكر على واجب، ولكن الحقيقة لست أدري حتى الآن كيف سأسدد لكم جميلكم، بل لا أعرف حتى الآن من أين سأسد رمق صغاري. ولهذا السبب جئت إليك. ماذا تعني يا شيخ علي؟ أعني أن عليك ألا تحمل هم من بعد الآن، وإياك أن يخامرك الأحساس بأنك مديونة لأحد، فلن تعتمدي بعد اليوم على أحد منا. كيف؟ لا أفهم. بشرك يا ابنتي، من الآن فصاعدا ستقدم لك حكومة صاحب الجلالة حفظه الله معاشا شهريا. معاشا؟ ولكن أبا إبراهيم لم يكن يعمل في الحكومة. هذا ليس مهما، المهم أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
هي التي ستقدم لك هذا المعاش. بشرك الله بالخير يا شيخ علي، بشرك الله بالخير. الحقيقة كنا ننتظر مرور وقت العدة على وفاة زوجك، وها هي قد انقضت. ولذلك يا ابنتي جهزي نفسك من الصباح الباكر لآخذك إلى مكتب الضمان الاجتماعي لعمل بعض الإجراءات. جزاك الله خيرا يا شيخ علي، جزاك الله خيرا. ما كان للشيخ علي أو غيره قدرة على خدمة الأرامل والفقراء لولا هذا الضياء الذي ملأ سماء بلادنا. واثق أنت من مشروعك؟ كل الثقة. فأنت تعلم جيدا أن أرضي زراعية خصبة. هذا صحيح، ولكنها تحتاج إلى جهد كبير منك. صحيح، ولكنني واثق من النتيجة. الحمد لله يا خميس، الأوراق الرسمية للقرض انتهت، يوماني وأستلم النقود وسأباشر فورا عملي في الأرض. ولكن قل لي، ما أخبار القرض الذي حصلت عليه من البنك؟ قمت بتسديد جزء كبير منه، مقدم شحنة بضاعة وهي في الطريق إلي. أما الجزء الثاني فسوف أرصده لتجديد المحل وتطويره وتوسيعه. ولكن قل لي، متى تتوقع أن تصلك الشحنة الجديدة؟ أعتقد أنها لن تستغرق وقتا طويلا يا سيف، فبعد أن ذهبت بنفسي وشاهدت سهولة الحركة في ميناء قابوس أدركت أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا حتى يتم استقبال الشحنة وتفريغها. القهوة يا سيدة. أحسنت. أدام الله عليك النعمة يا سالم، وجعل بيتك عامرا مفتوحا لكل أقاربك. ولكن أخبرني يا سالم. نعم يا عمي. ألاحظ أنه قد طاب لك المقام هنا في صحار، ماذا في الأمر؟ ألن تفكر في العودة إلينا في البلد والعيش هناك؟ يا عمي، هنا في صحار أم هناك في البلد، كلها أرض الله، كلها وطننا عمان. إن الجميع الآن أصبحوا سواسية، يتمتعون بحرية التنقل والعيش في أي مكان يريدون في هذا الوطن الطيب الذي يعيش فيه كل المواطنين أسرة واحدة متحابة. نعم يا سالم، أنا لا أنكر ذلك، ولكن ترى هل ستنجح هنا بعيدا عن بلدك وناسك وقبيلتك؟ يا عمي، كل العمانيين أهلي وقبيلتي، والحقيقة أنني أتمنى أن أصبح يوما ما تاجرا لدي مخازن عديدة تحوي كل بضائعي. من أجل هذا فإنني لن أدخر وسعا لتحقيق هذه الأمنية وأستقر، حيث أنني يا عما لا أخفي عليك أفكر بالزواج. ولما لا، وحين تقرر فإن البنات في البلد في انتظارك. ولماذا البلد بالتحديد؟ ماذا تعني؟ هل تنوي أن تتزوج من خارج بلدك وقبيلتك يا سالم؟ ما هذا الكلام يا عمي؟ هذا كان في الزمن الماضي. ليس هناك اليوم فرق بين المنطقة الشرقية والباطنة وبين الداخلية والظاهرة، فما الذي يمنع من أن أصاهر من هنا أو من هناك، من كل أجزاء عمان المترامية، شرقا أم غربا أم جنوبا أم شمالا؟ أفهم من كلامك أنك فعلا قد اخترت. نعم يا عمي، وستكون أول المدعوين. تفضل يا جنون.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أرسلت في طلبي؟ نعم، أردت تذكيرك بأن تكون في مسقط قبل صلاة المغرب، فإن زبائني هناك قد اتفقوا معي على ذلك. معقولة؟ بهذه السرعة؟ كيف؟ لا يزال لدينا متسع من الوقت، فاليوم غير الأمس، فقد اختصر الطريق الجديد بين مسقط وصحار المسافة كثيرا، ووفر علينا الجهد والوقت، وجعل التنقل بين ولايات منطقة الباطنة ومسقط ميسورا والحمد لله. اسمح لي، فما زال في الذاكرة الشارع الترابي والتعب والعرق والساعات الطويلة التي كانت تستغرقها الرحلة من مسقط إلى صحار. لا بأس لا بأس، على بركة الله على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان من أبرز الإنجازات في تلك الفترة التي استهدفت استكمال سلسلة وسائل الإعلام والاتصال العمانية افتتاح مدينة الإعلام ومبنى التلفزيون الذي بدأ بثه الملون عام 1974 من مسقط. أما الإذاعة فقد بدأت بخطوات واضحة نحو التطوير بعد أن انطلق صوتها عبر الأثير ولأول مرة عام 1970، وتوالى صدور الصحف والمجلات بعد ذلك. وجاء افتتاح محطة الأقمار الصناعية في العامرات تتويجا للمكتسبات التي حققتها النهضة العمانية في الخمس سنين الأولى في سبيل توفير وسائل الاتصال الداخلي والخارجي هاتفيا وبريديا وبرقيا. وجميع القنوات الإعلامية ووسائل الاتصال بدأت في هذه المرحلة تشق طريقها بثبات، ولكن بتطلعات طموحة هدفها الإنسان العماني أينما وجد وأينما كان. منذ فجر النهضة ونحن نحظى بالنعم والتطور في حياتنا بالرغم من هذه الحرب الشرسة التي تدور رحاها في جبال الظفار. هذا صحيح. نعم. نعم. هذا صحيح. هذا صحيح. وبالرغم من اشتعال الحرب بين قواتنا المسلحة والمتمردين، فإن جلالة السلطان قابوس حفظه الله يصر ويحث على البناء في جميع أنحاء البلاد. هذا صحيح، فها هو التعليم قد بدأ يأخذ طريقه بين صفوفنا، وها قد انتشرت المدارس هنا وهناك في ظفار، وحتى نعمة الكهرباء. وبالرغم من الظروف التي نمر بها، فقد بدأ التشغيل في محطة صلالة بعد عامين فقط من بدء هذا العهد الجديد. وفي العام الماضي بدأ التشغيل في محطتي طاقة ومرباط، والمراكز الصحية في ازدياد أيضا. فبالرغم من أن قواتنا المسلحة تقاتل وببسالة في جبال طفار، فهي أيضا تشارك في البناء، فها هم يساهمون بشكل فعال في الخدمات الصحية الريفية المتنقلة منذ عام 1971 وحتى الآن. لا معنى ولا منطق أبداً لاستمرار المتمردين في تعنتهم وعنادهم.
هي إنها الأفكار المسمومة والمستوردة التي تهدف إلى التدمير والتخريب بالرغم من تخفيها وراء الكلمات البراقة الجوفاء. تصوروا معي لو أن هذه الحرب تنتهي، ما الذي سيحدث؟ ستدور عجلة التطور وبشكل أسرع وأفضل لخدمة الناس. نعم هذا صحيح، فمنذ زمن ونحن نتمنى الخروج من الظلام لنرى النور يملأ سماء بلادنا. أبناء السماء الصافية، نحن كالحيتان في البحر ملكنا الناصية، ونصور تسحق الباغي وتفني الطاغية، قد هزمنا الكفر حطمنا القلاع العاتية. وكان النصر الذي تحقق في ظفار إذانا بميلاد مرحلة جديدة وهامة من مسيرة عمان بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعطل. وشاء الله أن يكون هذا الانتصار مسك ختام احتفالاتنا بالعيد الوطني الذي افتتحنا فيه بحمد الله مشاريع عمرانية عديدة. كما شاءت إرادة الله الحكيمة أن يكون انتصارنا هذا فاتحة سعيدة نحتفل فيها بعيدين مباركين. عيد النصر وعيد الأضحى المجيد، فلذلك أهديكم التهنية المزدوجة بالعيدين معا. أيها المواطنون، تهنئة طيبة مباركة تبشر بالأمن والاطمئنان بعيد الأضحى المجيد، مقرونة بتهنئة متوجة بالكرامة والاعتزاز بعيد النصر المبين. يا أبناء عمان، الحمد لله. إني وإن كنت وافقا بنصر الله يا ليتنا كنا معهم نشاركهم الفرحة بالنصر. جلت قدرته أن يحرس عمان. إنني فخور بك يا عائشة وبروحك بعنايته. وهل كنت تتوقع غير ذلك؟ فعمان وطن للجميع، للرجال والنساء على السواء. انتهاء الحرب في ظفار وتحقق النصر أذن بتدشين مرحلة البناء المخطط، لذلك فقد بدأت الحكومة في عام 1976 ميلادية بتنفيذ أول خطة خمسية للتنمية في عمان. كان من أهم وأبرز إنجازاتها في مجال الزراعة إنشاء وتوسيع محطات البحوث التجريبية في نزوة والرميس، وإنشاء مصانع للتمور في نزوة والرستاق. أما في مجال التعمير فكان إنشاء مدن حديثة مثل مطرح الكبرى ومدينة السلطان قابوس، وبناء عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في مناطق متعددة من السلطنة. وفي مجال الصحة كان افتتاح مستشفى السلطان قابوس في صلالة ومستشفى خولة في مسقط. أما في مجال التعليم فقد تم افتتاح العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية
للبنين والبنات بلغ عددها 389 مدرسة ومعهد في نهاية الخطة 1980 ميلادية، بعد أن كانت في عام 1970 ميلادية لا تتعدى 3 مدارس. في مجال الطرق، الطريق البحري مسقط مطرح، طريق مسقط نزوة، طريق مسقط صور. كم كنت سعيدا بتلك المهمة التي أسندت لنا. وأنا أيضا. أول مرة شاركت في عملية البناء كان في عام 1972. حقا؟ أين كان ذلك؟ في بخا، حيث شاركت مع أفراد قوات السلطان المسلحة في إنشاء مرفأ للصيد لخدمة الصيادين في تلك المنطقة. أما أنا فقد شاركت في بناء طرق فرعية تصل القرى المنعزلة النائية في جبال ظفار بعضها ببعض. كم هو شعور رائع أن تشعر بأنك تحمي الوطن وتدافع عنه، وفي نفس الوقت تساهم في عملية البناء والتنمية. هذا صحيح. جميع أفراد قوات السلطان المسلحة قادة وضباطا وأفرادا تعاهدنا على البذل والعطاء نجل رفعة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. ومن خلال هذا العهد وهذا الوعد الذي قطعه أبناء أفراد قوات السلطان المسلحة، ووفقا لتوجيهات جلالة السلطان قابوس المعظم، قامت هذه القوات بمهامها في حماية منجزات الوطن والدفاع عن سيادته خير قيام، وساهمت وبتميز في خدمة عملية البناء والتنمية على أرض عمان، ونفذت العديد من المشروعات الضخمة كشق الطرق في مسندم، وبناء الطرق الجديدة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها في الجبل الأخضر، وفي ظفار، وحفر آبار المياه وشق الأفلاج التي يتعذر وصول السيارات إليها، فضلا عن الإمدادات ونقل المرضى في حالات الطوارئ، توفير التيار الكهربائي للمناطق النائية لخدمة الاحتياجات العسكرية والمدنية، توزيع كميات ضخمة من المواد الغذائية والضروريات الأخرى للمناطق التي يتعذر الوصول إليها بوسيلة أخرى، إضافة إلى عمليات الإنقاذ في البحر للمدنيين وتقديم الخدمات الطبية الطارئة للمعالجة على جناح السرعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عليكم وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. أهلا يا حميس. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. ماذا دهاك يا خميس؟ هل ألهتك المدينة عن بلدتك وأهلك؟ هل كان لابد أن أرسل لك وأكتب أنني مشتاق حتى تحضر؟ معك حق في لومي يا شيخ علي، لكن اعذروني، المشاغل كثيرة. على أي حال لا بأس، والآن هيا بنا إلى الداخل. إلى أين؟ أترك مكان المفضل تحت هذه الشجرة الجميلة حيث اعتدنا الجلوس يا شيخ. لقد أصبحت لنا الآن سبلة جديدة بل وعصرية يا خميس. إذن لقد وصلتكم المدنية وأنتم أيضا. وها هي السبلة الحديثة، وها هي الكهرباء وأجهزة التكييف، إنها نعمة ورفاهية تعم الجميع، لكنها لم ولن تنسينا أبدا عاداتنا وتقاليدنا والتمسك بتعاليم ديننا الحنيف.
إنها حقا نعمة تعم الجميع، فها نحن جميعا ننعم بالطرق والكهرباء والهاتف وغيرها من وسائل العصر. ما شاء الله ما شاء الله، مبارك عليكم يا شيخ، بل مبارك على بلدنا كلها. وبعد أن كانت جلستنا في القيض بالخارج أصبحت الآن جلسة رطبة مريحة. المهم يا شيخنا أن يديم الله علينا جلستنا بالخير في مثل هذه السبل، فإنها يجب أن تظل موجودة معنا على مر الأجيال. بالمناسبة يا خميس، خيرا، أين أولادك؟ لماذا لم يحضروا معك؟ سيحضرون إن شاء الله في المرة القادمة، وأرجو أن تكون قريبا. ستكون أقرب مما تتصور، فإني داعك لحضور حفل زفافي على ابنة عمي الخميس القادم. حقا؟ مبارك عليك، ولكن هل أنت جاهز؟ أقصد هل أمورك مرتبة؟ نعم أنا جاهز والحمد لله. قم يا ناصر، قم وخذ خميس ليشاهد بيتك الجديد. تفضل يا خميس، وستكون أول من يدخل بيتي قبل زفافي. ما رأيك؟ رائع رائع يا ناصر، أدعو الله أن يجعله منزلا سعيدا إن شاء الله. آمين إن شاء الله. تفضل لأريك المجلس. تفضل تفضل يا أخي تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، جميل. تفضل. جميل يا ناصر. لن تتصور يا خبيث كم وفرت من الجهد والوقت بحصولي على هذا المنزل الاجتماعي، فأنت أكثر الناس معرفة بظروف المادية المتواضعة. صحيح. هو السكن المناسب يا أخي من المطالب الحياتية الملحة. هذا صحيح يا ناصر، آلاف من المساكن الاجتماعية بنيت في شتى أنحاء السلطنة بتوجيهات من جلالة السلطان المعظم حفظه الله، حتى أن هناك آلاف من قطع الأراضي قد خططت ووزعت على المواطنين في شتى أنحاء الولايات المختلفة. أدام الله مولانا جلالة السلطان قابوس وأعزه، فلقد أعطى المدينة حقها وللقرية كذلك، ولم ينس عهده الزاهر أمثالك من ذوي الدخل المحدود. أتمنى يا ناصر أن تهنأ بمنزلك إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك يا خميس. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بناصر، كيف حالك يا رجل؟ وما يخبر شيخ علي؟ بالطبع بالطبع، لم أنسى لم أنسى، ليلة الخميس ليس كذلك؟ إن شاء الله. قل لي يا ناصر، من أين تتحدث؟ هل أدخلت خدمة الهاتف إلى منزلك الجديد؟ لا 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 يا خميس، لا، ليس بهذه السرعة، فأنا أتكلم من دكانة بالقرب من البيت، ولكن النية موجودة لتركيب هاتف بالمنزل. ماذا؟ بالطبع بالطبع، الجميع مدعو لحفل الزفاف وسيحضرون، ولا تنسى أنك مدعو والعائلة نحن بانتظارك. Oh,
أرجو أن تسمحوا لي، لقد تأخر الوقت. ما زال الوقت مبكرا يا رجل، لما العجلة؟ الجلسة معكم ممتعة جدا، ولكني يجب أن أذهب لأستيقظ غدا مبكرا. ولماذا؟ هل هناك سبب؟ سألتحق غدا بالمنتدى الصيفي. ها؟ وما هو هذا المنتدى؟ إنه أول معسكر شبابي يقام في السلطنة، وغدا إن شاء الله سيجتمع الطلبة المبعوثون للدراسات الجامعية في مختلف دول العالم مع طلبة المدارس الثانوية في هذا المعسكر الشبابي. وما الهدف من هذا المعسكر؟ لتوعية الشباب العماني وإشراكهم في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع. لا شك أن البعض منكم بيتلقى دراسته في الخارج في مناطق متعددة في أماكن مختلفة، والبعض بيتلقى تدريبه إذا كان أصبح في مستوى يدرب فيه على يعني عمل معين. ولا شك أنه خلال تواجدكم بين شعوب أخرى وفي بيئة تختلف عن بيئتكم ستجدون هناك أشياء تختلف عما تعودتم عليها هنا، أو ما قد تعودون إليه عندما تعودون. عاداتنا وأخلاقنا تختلف عن الآخرين، وعادات وأخلاق الآخرين تختلف عن أخلاقنا وعاداتنا. ولا أقول إن كل عاداتنا وأخلاقنا هي أحسن من الآخرين، لا، ولا أقول إن عادات الآخرين وأخلاقهم هي ليست يعني كلها طيبة، لا، بل على العكس. الذي أريد أن أقوله بحكم تواجدكم واحتكاككم بالشعوب الأخرى ووجودكم في بيئة غير بيئتكم، حاول أن تقتبسوا ما هو حسن وأن تتركوا ما هو غير حسن. خذوا السمين واتركوا الغث. في نفس الوقت نحن هنا يعني في بلدنا هذا علينا كذلك أن نترك الغث من عاداتنا وتقاليدنا ونتمسك بما هو طيب وبما هو سمين، ونأخذ من الآخرين ما هو طيب عندهم ونحتفظ بما هو طيب عندنا، ولا نقلد تقليد أعمى. قاتل الله التقليد الأعمى. وكم من شعوب رمت نفسها في ما لا يحمد عقباه بسبب التقليد الأعمى. التقليد الأعمى ليس من الصالح بشيء أبدا. أن نرى الآخرين ونقلدهم كما هم بما فيهم من حسن أو سيء، لا. ومحافظة على أخلاقنا الطيبة وعاداتنا الطيبة، وكما يقول المثل أو يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم كملوا. بالأخير والحقيقة ما أتمنى لكم من كل خير وتوفيق ومزيد من العلم والمعرفة لتعودوا وتخدموا هذا الوطن بكل إخلاص وأمانة، وأن تجندوا أنفسكم من أجله وتتجردوا من كل الأنانيات وتكونوا خير خلف خير سلف.